تعمل ايه انت؟ مش انت اللي هتقول للدنان؟ وانت ناقص اتنين هتدنن كيف طيب؟ بقول لك ايه يا ست الستات؟ فندم عندك صبيان؟ وهو من يوم ما شاف الفيلم المجندل ده يا دكتور الراجل لا مؤاخذه سبايدر وهو على ده الحال وكل يوم والتاني ينط من الدور التاسع. التاسع؟ التاسع مش دي المشكلة. المشكلة كل ما ينط من الدور التاسع كل مرة يقع على عربية يدشملها والحقيقة السكان مستائين آخر استياء والله. إيه المطلوب؟ إيه المطلوب طيب؟ أنا مش سيادتك المطلوب تشوف لي المكان يركن فيه سكان عربياتهم وخلي الواد ينط براحته. حاضر حاضر. مجنون؟ لا لا مش مجنون. لا مجنون. مجنون مجنون بشهادتك. طيب والمجنون ليس عليه حرج. فصام هلاوس السمعية وبصرية حسابك معايا تقيل انت بس دي الوقت لي عندك طلب مستجاب. وجوزك دي لما مات ما سابش حاجة العيال؟ لا وعيالك موجود في مدارس كده وكده. طب بقول لك ايه يعني ما تخويهم انا اصلي يعني انت لزمك راجل زين ومال هدوم وزحلات كده. انا مليونير والله العظيم ثلاثة اللي غرقك فلوس والعمرة على حسابي مش عمره بس ده يمكن عمره وحج بس تجيب لي الواد. نفسي اخد واد. نخاوي لا ما ينفع ما جاء في الحلال والله العظيم ثلاثة. انت متاكد ان دي هتنيمهم طوالي؟ ده مخدر ده اقوى حاجه في الجدول هنيمهم فورا. الله في سماه لو طلعت في شنك لا جنيمك النومه الكبيره انت. يلا تمام تمام يلا يا واد يلا قدامي